مقالب عالمية مخيفة ومرعبة. هل تعتقد أنك شخص غير محظوظ بالمرة؟ انظر إلى هذا الشخص أو هذا أو ذلك. بعض من هؤلاء الأشخاص تعرضوا إلى أكثر المقالب المرعبة التي تم تصويرها حول العالم، ونحن هنا اليوم رح نعرض عليكم بعض من هذه المقالب. قبل البدء خلينا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عمر، حياكم الله من قناة غادي ذهن. ادعمني بلايك وادعمني باشتراك. يخشى البعض من ركوب المصعد خوفا من حدوث أي عطل فني أو حتى يتعرض بهم هذا المصعد إلى السقوط، لكن بالرغم من ذلك الشخص الذي كان قادر على تصميم هذا المصعد كان قادر على أن يجعل الكثير يشعرون بالرعب والفزع من ركوب المصاعد مرة أخرى من جديد، حيث أنه بدلا من محاولة تعليق هذا المصعد في الهواء أو غلق الأنوار كما نشاهد مثل العادة، كان يتم فتح هذا الباب السري الذي يوجد في أرضية المصعد لكي يسقط الشخص بهذا الشكل المضحك دون أن يعلم ذلك. ولا ينتهي الأمر هنا، بل أنه يجد نفسه يتزحلق على مزلاج كبير يحتوي على كمية كبيرة جدا من المادة اللزجة التي تجعله غير قادر على السيطرة على نفسه، كما هو واضح مع كل هؤلاء الأشخاص. في هذا المقلب كان يتم تطبيق هذه الفكرة الغريبة على مجموعة من الأشخاص، حيث يتم وضع مادة لاصقة على الأرض حتى يتم لصق هؤلاء الأشخاص بهذا الشكل. خير صار لك هذا الموقف، شو راح تعمل أنت؟ وفي المرة الثانية تم عوض هذه المادة اللاصقة خلف إحدى الأبواب المغلقة، هذا اللي خصنا. لا، على الأريكة زودتوها كثير، حرام يعني، شو عمل لكم هذا الشخص؟ دائما ما تحاول شركة LG إبهار كثير من الناس كالعادة في محاولة إثبات جودة الشاشة الخاصة بها، وتم ذلك في هذه المرة عن طريق تثبيت بعض من كاميرات المراقبة الصغيرة لتصوير ما يحدث في هذه الغرفة. وكان من المفترض أن يأتي مجموعة من الأشخاص إلى هذه الغرفة للتقديم على الوظيفة، وتم استبدال النافذة التي توجد في هذه الغرفة بشاشة كبيرة تظهر عليها صورة للمدينة مما يجعلها تبدو كما لو كانت نافذة حقيقية، وبعدها يتم تطبيق هذا المقلب عن طريق إسقاط نيزك على هذه المدينة، وهذه هي كانت النتيجة. ماذا لو حدث معك؟ شو راح تكون ردة فعلك؟ اكتب لي بالتعليقات. واحد من المقالب الذكية جدا هو هذا المقلب الذي فيه كان يتم تطبيق نفس الفكرة المعروفة في فيلم الرجل غير المرئي، حيث أنه هذا الفيلم المرعب قد نال إعجاب الكثير من الناس، وفي إحدى اللقاءات التي كانت تدور حول أحداث هذا الفيلم تم تطبيق هذا المقلب على الكثير من الأشخاص عن طريق تحريك بعض الأشياء من تلقاء نفسها. كما لو كان يوجد شخص غير مرئي هو الذي يقوم بعمل هذه الأشياء، وهذه هي كانت النتيجة. في ظل التطور التكنولوجي أصبحت المقالب متطورة هي الأخرى، وعلى سبيل المثال هذا المقلب الذي فيه يتم ارتداء هذه الملابس التي تشبه الديناصور والتي تسبب الفزع والرعب في قلوب كل من يراه. وعلى الرغم أن الديناصورات تعرضت إلى الانقراض منذ ملايين السنين، إلا أنه يشعر الجميع بالخوف والفزع عند رؤية هذا الحيوان أمامه. الكثير من هذه المقالب المضحكة يتم تنفيذها في الصين، وفي هذا الفكرة كان يتم استخدام نافورة المياه في الشرب ولكن بضغط مياه شديد للغاية. توجد هذه الصنابير في كل مكان حتى يستطيع الشخص الحصول على بعض من المياه في الأيام الحارة، ولكن الفكرة في هذا المقلب هو أن المياه كان يتم إخراجها بضغط شديد جدا، وهما كان يتسبب في الكثير من الإزعاج لهؤلاء الأشخاص الغير القادرين على الحصول على المياه بسبب شدة تدفقها. والغريب هو أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولوا باستمرار محاولة الحصول على بعض المياه. وهذا ما كان يسبب الضحك لكل من كان يشاهد هذا المقلب. كان يعتقد الزوار في الصين أن التنزه فوق هذا الجسر الزجاجي العالي سيكون واحد من أروع الأشياء التي من الممكن أن يجربها الإنسان في حياته، لكن
لم يدرك أي شخص ما تم تخبئته له في هذا الموقف. خلينا نشوف مع بعض شو صار. انظر إلى هذا الشاب الذي كان على وشك أن يفقد جهاز الآيباد خاص به، وهذا الشاب الآخر الذي كان يحاول إنقاذ صديقه. ويقال أن تطبيق هذا المقلب كان يعتمد على استخدام بعض من الشاشات التي تحتوي على فيديو يظهر فيه هذا المشهد للزجاج وهو يتحطم، مع إصدار بعض من الأصوات الخاصة بتحطيم الزجاج. تستمر المقالب التي يقوم بها الأشخاص في المصاعد بسبب الخوف الكبير الذي يشعر به الشخص، خاصة أن المساحة التي يتم تنفيذ المقلب فيها تكون مساحة ضيقة. ولكن هذه الفكرة رائعة للغاية، وتحاول إثبات جودة المنتجات الخاصة بشركة LG في إنتاج شاشات التلفاز. حيث أنه قام بعض من المتخصصين باستبدال أرضية المصعد ببعض من شاشات تلفاز LG، وبعدها كان يتم وهو كل من يوجد داخل المصعد أن أرضية هذا المصعد تتعرض إلى انهيار كما هو واضح في المقطع. تخيل نفسك أنك تجلس في أحد الغرف تنتظر شخص ما، وبعدها ترى هذا الجزء الخاص بالمكتب يتم فتحه أمامك، شو راح تعمل في هذا الموقف؟ البعض يقرر الهروب والخروج من الغرفة على الفور، والبعض الآخر فضولهم يدفعهم للنظر في هذا الجزء، وهذا ما فعله هذا الشخص بالضبط. يا ريت ما شفت شوفه موجود في الفتحة. إحدى شركات الإنتاج قامت بوضع هذا الزر في إحدى شوارع بلجيكا، وقامت بوضع لافتة بجوار هذا الزر وقالت اضغط على الزر لإضافة بعض من الدراما والحماس. شو الفايدة؟ وبالأساس حياتنا مليئة بالدراما. معلش يلا خلينا نشوف شو راح يصير. تم أخذ فكرة هذا المقلب من هذا الفيلم، وفيه كان يتم دحرجة هذه الكرة التي تبدو كما لو كانت كرة عملاقة صلبة خلف هذا الشخص، وهذا ما يدفعه إلى الهروب على الفور. وتم تطبيق هذه الفكرة على هذه الفتاة التي كانت تشعر بخوف شديد. في أحد المعارض التي كان يتم بيع شاشات التلفاز فيها تم تنفيذ هذا المقلب الرائع. هل شاهدت فيلم The Ring من قبل؟ يعتبر هذا الفيلم واحد من أشهر أفلام الرعب حول العالم، وفيه كان يتم رفع هذا الحاجز الذي تختبئ فيه خلفه هذه الفتاة التي تشبه الشخصية المرعبة في هذا الفيلم، وهذه كانت ردة فعله. في محاولة للترويج لأحدى منتجات الزبادي كان يتم تصوير هذا الإعلان الذي يظهر فيه هذا الدب، وبعدها تم تطبيق فكرة هذا الإعلان في الواقع عن طريق جعل هذا الرجل يرتدي هذه البدلة التي تشبه الدب بطريقة حقيقية، وكان يقف هذا الدب بجوار منتج الزبادي مما كان يثير فضول الناس حول العالم. وكان يتسبب في بث الرعب في قلوب بعض منهم خاصة الأطفال، يعني حرام الأطفال بتعمل له مقلب، والله حرام. للأسف الفيديو انتهى، وصراحة ازعجني جدا هذا، لأنه أفضل وقت يمر معي وأنا معاكم. انزل واكتب لي في التعليقات ما هو أكثر مقلب نال إعجابك، وما تنساش الاشتراك بالقناة وعمل لايك. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.